السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لدينا الآن مكون الرياضيات، ودرسنا لهذا اليوم هو رسم الأشكال الهندسية باستعمال التربيعات. كما سبق في درسنا رقم 15 الذي قدمناه في القسم باستعمال المسطرة، حيث سنعتمد عليها في هذا الدرس. لكن قبل ذلك وكما جرت العادة، نبدأ بالحساب الذهني. انظروا جيدا، كما تلاحظون لدينا أعداد معروضة على هذه البطاقات. لدينا العدد 6 ثم 8 و7، والمطلوب منا هو طرح العدد 4 من هذه الأعداد، أي سنطرح 4 من 6 و4 من 8 و4 من 7. جيد، لنبدأ الآن. لدينا العدد 6 والإشارة التي سنستعملها هي، أحسنتم، ناقص. إذن 6 ناقص العدد 4 تساوي 2. جيد، إذن فالعدد 6 هو المطروح منه، والعدد 4 هو المطروح، و2 يمثل الفرق. ننتقل إلى العدد الموالي. لدينا 8 ناقص 4 تساوي، انظروا جيدا، 8 نطرح منها 4 تساوي لنا كم؟ تساوي 4. جيد، ننتقل إلى العدد الأخير 7. سنقوم بطرح 4 من 7، إذن 7 ناقص العدد 4 كم تساوي لنا؟ 3. جيد، أحسنتم. الآن هيا بنا لنتعرف على الأشكال الهندسية. ما اسم هذا الشكل في نظركم؟ نعم، مثلث، أحسنتم. إذن كما سبق وتعرفنا في القسم على عدد رؤوس المثلث وعدد أضلاعه، لنقوم بتذكير بسيط. كم عدد رؤوس المثلث؟ لدينا 1 2 3، أحسنتم. إذن عدد رؤوسه فهي 3. الآن سننتقل إلى عدد أضلاعه. كم عدد أضلاع المثلث؟ كما تلاحظون الضلع يمثل لنا من الرأس إلى الرأس. إذن كم عدد الأضلاع؟ لدينا 1 ثم 2 3. جيد، لديه 3 أضلاع. لننتقل إلى الشكل الموالي، ما اسمه؟ نعم، المربع. لنقوم بحساب عدد رؤوسه. لدينا، انظروا جيدا، كم عدد رؤوسه؟ 1 2 3 4، أحسنتم. إذن عدد رؤوس المربع فهي 4. ولننتقل لحساب أضلاعه. كما قلنا أن الضلع من الرأس إلى الرأس، إذن نحسب 1 2 3 4. جيد، المربع له 4 أضلاع وله 4 رؤوس. انظروا جيدا، ماذا تلاحظون؟ أضلاع هذا المربع، انظروا إلى أضلاع كيف هي، انظروا لها، هذا الضلع يساوي هذا الضلع، إذن أضلاع المربع كلها متقايسة. جيد، إذن المربع له 4 أضلاع متقايسة. ما اسم هذا الشكل؟ اسمه مستطيل. جيد، إذن في نظركم نحسب، كيف نحسب؟ سوف نحسب عدد رؤوسه. جيد، كما حسبنا الشكل الذي قبله وهو المربع، إذن المستطيل له 4 أضلاع، 4 رؤوس عفوا، والأربعة أضلاع، 4 أضلاع، حسن جدا. إذن عدد أضلاع المربع 4، وكما سبقا قلنا
ومتقايس أضلاعه، لكن المستطيل انظروا جيدا لهذا الضلع مع هذا الضلع، هل هما متقايسان؟ لا، لكن هذا الضلع الصغير مع هذا الضلع الذي يقابله هل هما متقايسان؟ جيد، نعم، والضلع الكبير مع الضلع الذي يقابله أيضا متقايسان بالفعل. جيد، إذا نستنتج أن المستطيل له 4 أضلاع، كل ضلعان فيه متقابلان متقايسان. الآن سننتقل إلى رسم الأشكال باعتماد التربيعات. انظروا جيدا لهذا المربع الذي أمامنا، سنحاول أن نكمل الرسم باعتماد التربيعات. انطلاقا من هذه الرؤوس، لدينا كم لدينا من رأس هنا؟ 1، 2، 3، لكن ينقصنا واحد، ينقصنا رأس واحد. سوف نصل هذا الرأس مع الرأس الآخر، لكن لكي نكمله سنحسب عدد التربيعات. لدينا 1، 2، 3، 4، 5. إذا كم لدينا هنا؟ 5 مربعات تربيعات. إذا سوف نحسب 1، 2، 3، 4، 5. جيد، سنكمله لكن دائما باستعمال المسطرة. سوف نصل الرأس مع الرأس، أحسنتم، ثم نصل الرأس الموالي مع الرأس الآخر لنحصل على المربع، أحسنتم. إذا ننتقل إلى الشكل الموالي، أرسموا مثلثا مشابها للنموذج، لكن أعزائي التلاميذ أطلب منكم أن تحاولون رسمه كما في المثال على دفاتر التسويد باستعمال حساب التربيعات لكي يكون لنا مثلث مشابها له. انتظروا الأجوبة على الخاص دائما على دفاتركم مع تاريخ اليوم. إلى اللقاء.